الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أصول الفقه من أعظم الفنون، وهو شرط في الاجتهاد باتفاق العلماء، فلن يشم الإنسان رائحة الاجتهاد بأنفه إلا إذا كان عارفا وراسخا في أصول الفقه، لأن العلم ثلاثة أقسام: دليل، حكم، واسطة. هذا العلم كله. العلم ثلاثة أقسام: دليل، وحكم، وواسطة. فمن الناس من يحرص على حفظ الدليل فقط، وهذا قد أخذ بثلث العلم، كالذي يحفظ القرآن أو السنة. ومن الناس من يحرص على حفظ المتون الفقهية، فهذا يتعرف على الأحكام. لكن كثير من الناس يهمل دراسة الواسطة بين الدليل والحكم، والتي هي أهم من حفظ الدليل وأهم من معرفة الحكم، وهي أصول الفقه. ولذلك فأقسم بالله ما من حكم مستنبط من دليل شرعي إلا وواسطة استنباطه قاعدة أصولية. لو سألتك ما الدليل على وجوب الصلاة، فتقول أقيم الصلاة. فأقيم الصلاة ليس هو الحكم، هو دليل الحكم، وحكمه وجوب الصلاة، والواسطة التي جعلتك تستنبط الحكم هي الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. فإذا يا طلبة العلم، احرصوا على الواسطة وهي أصول الفقه. ولذلك تبرز لنا أهمية أصول الفقه في هذا الكلام المختصر، وهو أنه الواسطة في استنباط الأحكام من الأدلة. فليس الفقه أن تحفظ الأدلة فقط، وليس العلم أن تحفظ الأدلة، لا، وليس العلم أن تحفظ المتون الفقهية فقط، لا، وإنما حقيقة العلم والتميز بين طلبة العلم هو أن تعرف تلك الواسطة التي بها تستطيع وتكون عندك الملكة الفقهية في استنباط الأحكام من أدلتها. وهو المنهج الذي أصرخ به دائما، وهو منهج التأصيل والتقعيد، وهو منهج التأصيل والتقعيد. ولذلك لا أعلم عالما في الدنيا اشترط للاجتهاد حفظ الأدلة، ولا أعلم عالما في الدنيا اشترط للاجتهاد حفظ الأحكام والمتون، ولكنهم متفقون على معرفة أصول الفقه. فلا ينبغي أن نشغل الطلاب إلا بمثل هذه المسائل. ما جمعها ترى بركة، حفظ الأدلة بركة، حفظ المتون بركة، لكن أن نهمل الواسطة التي بها نخرج الطلاب الراسخين هذا خطأ. فينبغي لنا أن نطرق للطلاب دائما وأبدا أصول الفقه. هذه هي أهمية أصول الفقه. فإذا قيل لك ما أهمية أصول الفقه، فتقول أهميته تبرز أنه الواسطة بين الدليل والحكم. فما من حكم مستنبط من دليل إلا وواسطة استنباطه قاعدة أصولية.